موجز جديد بأهم وآخر الأنباء على شوف تي في، أهلا بكم. أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس اليوم الجمعة بمراكش أن حماية المدينة المقدسة من مخططات التهويد ودعم المرابطين بها لن يتأتى بالشعارات الفارغة أو باستغلال هذه القضية النبيلة كوسيلة للمزايدات العقيمة. وأبرز جلالة الملك في خطاب ألقاه خلال ترأسه افتتاح الدورة 20 للجنة القدس أن حماية القدس أمر عظيم وجسيم يتطلب الثقة والمصداقية والحضور الوازن في مجال الدفاع عن المقدسات الإسلامية. كما قال جلالته إن الأمر يقتضي بلورة مقترحات جدية وعملية والإقدام على مبادرات واقعية مع ضمان وسائل تنفيذها وآليات تمويلها، ذلك أن القضية الفلسطينية بما فيها القدس الشريف هي قضية الأمة الإسلامية جمعاء. في موضوع آخر، أفاد بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بأن البنزين الممتاز والفيول وال رقم 2 لم يعودا ضمن المواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة، بينما ستستمر الميزانية العامة للمملكة في دعم مادة الغازوال، وذلك بناء على المعطيات المرقمة الواردة في قانون المالية لسنة 2014 وخاصة ما ورد في باب التحملات المشتركة. وأوضح البلاغ أن أسعار البنزين الممتاز والفيول وال رقم 2 ستحدد كل فاتح وسادس عشر من الشهر، كما هو الشأن بالنسبة للمواد النفطية الغير المدعمة، ووفق بنية الأسعار التي تصدر عن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة. اعتمد المجلس الوزاري المغاربي للصحة في دورته 12 التي احتضنتها العاصمة الليبية ما بين 14 و 16 يناير الجاري برنامج عمل مستقبلي يروم تنشيط العمل المغاربي المشترك في المجال الصحي والنهوض به. وذكر بلاغ للأمانة العامة للاتحاد المغرب العربي اليوم الجمعة أن برنامج العمل هذا يركز على محاور رئيسية تشمل على وجه الخصوص عملية الاقتناء المشترك للأدوية والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتعاون في مجالات الصحة والبيئة والبرامج الصحية والسياسات والنظم الصحية والجودة واللوائح الصحية الدولية والطوارئ، بالإضافة إلى تأهيل الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي. اقتصاديا، تم مساء أمس الخميس بالدار البيضاء توزيع جوائز أفضل المقاولات المشغلة بالمغرب برسم سنة 2013 والتي فازت بها 8 مقاولات تمثل مختلف القطاعات. وعادت الجائزة الكبرى من فئة المقاولات الكبرى إلى شركة هولدينغ مينارا التي تضم 5 أقطاب منها النقل والسيارات والعقار، في حين أن الشركة التابعة لمجموعة إيطال سيمونتي إسمنت المغرب والمتخصصة في تقديم خدمات الكمبيوتر HP CDG قد حازت على التوالي بالجائزة الثانية والثالثة. ونختم بالخبر الرياضي، حيث ضيع المنتخب المغربي للمحليين فرصة الانقضاض على الصدارة، وذلك بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة أمام منتخب بوركينا فاسو مساء أمس في المباراة التي جمعت الطرفين في إطار منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الأول من كأس إفريقيا للمحليين المقامة بجنوب إفريقيا. وكان المنتخب المحلي سباقا للتسجيل عن طريق اللاعب الفتح الرباطي إبراهيم البحري في أول دقيقة من الشوط الأول، في حين جاء الهدف القاتل من أقدام اللاعب باسيرو ودراغاو دقيقتين قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة. وعقب هذا التعادل رفع أشبال بن عبيشة رصيدهم إلى نقطتين بفارق الأهداف أمام منتخب زيمبابوي، في حين بقي منتخب بوركينا فاسو في المركز الرابع بنقطة واحدة. وستواجه النخبة الوطنية يوم الاثنين المقبل منتخب أوغندا بملعب كيب داون ستاديوم على الساعة 5 مساء. بالخبر الرياضي نكون قد طوينا صفحة الموجز، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.